برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم، مرحباً بكم في قناة حكاية للأطفال، حيث نتعلم معاً عن الحيوانات المدهشة في العالم. اليوم سنتحدث عن الدولفين، الحيوان الذكي والودود الذي يعيش في المحيطات والأنهار. هل تعلمون أن الدولفين هو حيوان ثديي؟ هذا يعني أنه يتنفس الهواء ويرضع صغاره. الدولفين ليس سمكة، بل ينتمي إلى عائلة الحيتان. هناك 45 نوعاً من الدلافين، وخمسة منها تعيش في الأنهار. الدولفين يتميز بذكائه وقدرته على التواصل مع زملائه. يستخدم الدولفين صفارات وأصوات للتحدث مع الدلافين الأخرى. كما يستخدم الدولفين نظاماً يسمى الإيكولوكيشن للعثور على الطعام والأشياء في الماء. يصدر الدولفين نقرات عالية التردد ترتد من الأشياء في الماء وتعود إليه كأصداء. هذا النظام يخبر الدولفين عن موقع وحجم وشكل وسرعة وبعض الشيء. الدولفين يأكل الأسماك والحبار والجمبري. يعيش الدولفين في مجموعات تسمى القطعان أو الأفواج. تقود الدولفين أنثى القطيع. يعيش الدولفين حتى 50 عاماً. يلعب الدولفين بشكل مستمر ويتعاون مع أصدقائه. يقفز الدولفين إلى ارتفاع 20 قدماً في الهواء. هل تعلمون أن أصغر دولفين يسمى دولفين ماوي؟ إنه بطول فقط 120 متر ويزن نحو 40 كيلوغرام. هو أندر نوع من الدلافين ويعيش قبالة ساحل نيوزيلندا. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. شكراً لمشاهدتكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي لمزيد من الفيديوهات الممتعة عن الحيوانات. إلى اللقاء. ليصلك الجديد دوس اشتراك وفعل الجرس.